النيابة الإدارية وهي هيئة قضائية مستقلة نقدر نقول إنها حاملة أمانة القضاء التأديبي في مصر، والحقيقة أنه رسالتها ربما في المجمل إصلاح الجهاز الإداري للدولة. ده طبعا يعني بيبقى دائما وأبدا هو معيار تقييم المواطن ورجل الشارع لأداء الحكومة. دايما حتى يقول لك أنه قياس أداء حكومة أي دولة بيظهر من خلال الخدمات العامة، كيف تقدم الخدمات العامة، تقدم بمصداقية بشفافية، يعني ما فيش وسايط، ما فيش رشوة، ما فيش حاجات كتيرة جدا للأسف الشديد عانينا منها في سنوات طويلة في مصر. ولقينا أنه هيئة النيابة الإدارية بتنشط لضبط الأداء الحكومي بصفة عامة. هنتكلم على نقاط كتيرة جدا، لأنه الحقيقة الفساد ده في مصر يمكن في فترة من الفترات كان أشبه بالورم، وكان لازم الحقيقة وخصوصا في الجهاز الإداري للدولة، وكان لازم الحقيقة نهتم بأي جهود استثنائية تبذل من أجل استئصال ذلك الورم الخبيث. من هنا بتظهر يمكن أهمية الدور اللي بتلعبه هيئة النيابة الإدارية في معركة الوطن ضد الفساد. هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق في مخالفات والجرائم التأديبية، وبتطلع بدور سلطة الاتهام ربما وسلطة الادعاء ربما الوحيدة أمام المحاكم التأديبية. هنتكلم في أمور كثيرة جدا، وكيف يمكن ضبط الأداء الحكومي وخلق بيئة عمل آمنة للجميع، آمنة للرجل والمرأة، للشباب، بعيدة وخالية عن الفساد. كل ده مع ضيفنا الكريم اللي بنسعد بوجوده معنا في مساء دريم، سيادة المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي والإعلامي لهيئة النيابة باسم النيابة الإدارية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. منورنا سيادة المستشار. ميرسي يا فندم، شكرا. ممكن في البداية أسأل كده سؤال أعتقد حضرتك ممكن تخمنه. بعيدا عن النقاط الأساسية اللي هنتكلم فيها، لدينا مئات ربما الآلاف من الأسئلة على مدار شهور طويلة جدا بخصوص مسابقة كاتب رابع اللي كانت أعلنت عنها النيابة الإدارية منذ سنوات ولم تظهر النتيجة. وحضرتك كنت في يعني برنامجي السابق صباح دريم ضيف كريم معايا، وذكرت يعني آخر ما وصلت إليه هذه القضية، والنهاردة ما زال يعني المتقدمين لهذه المسابقة بيتساءلون نفس السؤال، ماذا عن نتائج هذه المسابقة ولماذا لم تظهر حتى الآن؟ تمام. طيب يعني لو تسمحي لي الأول في عجلة سريعة في أقل من دقيقة، يعني لازم أحيي حضرتك على الفقرة السابقة، يعني يمكن أنا كنت بتابعها من خارج الاستوديو، وحقيقي يعني فقرة أكثر من رائعة تحسب لحضرتك وللبرنامج، ويمكن مش غريبة عن البرنامج. الرسالة اللي بيصدرها الأستاذ مايكل أو البطل مايكل رسالة احنا محتاجينها جدا جدا جدا، خصوصا في الأيام الحالية، فكرة قدرة الإرادة على صنع ما يقارب المعجزات. يعني بديلا عن يمكن بعض الأخبار اللي بيتم تداولها أو بعض الإحباط اللي ممكن يبقى موجود لدى البعض لسبب أو لآخر، أو التصديق بعض الإشاعات الغير حقيقية، عندنا حد عنده الإرادة أنه يفعل شيء يمكن يعني هو حرم من نعمة الصحة الكاملة اللي موجودة عند ناس كتير، ومع ذلك تغلب على هذه الصعوبات وقدر أن يعمل أشياء تشبه المعجزات. محتاجين نؤمن أن احنا بالإرادة نقدر نعمل الكثير والكثير جدا، وده مش بعيد عن موضوع الفساد اللي هنتكلم فيه، اللي يمكن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اللي هي UNCEC حددت أول معيار لمكافحة الفساد بيتم تقييمه هو وجود الإرادة السياسية، وده شيء في غاية الأهمية، وده الشيء اللي الشعب المصري والمصريين حاسين بيه دلوقتي، وبقالنا أكتر من سنة حاسين قد إيه وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد بكل صوره وبكل أشكاله وبكل درجاته. علشان برضو ما ننساش يعني السؤال الإرادة السياسية هي معيار أو المعيار الرئيسي اللي أقدر أحكم بيه على قدرة هذا البلد لمكافحة الفساد؟ هي المعيار الأول. الأول في العديد من المعايير، ولكن ده المعيار الأول اللي في غيابه ممكن يعني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من 2005 مصر مصدقة عليها. إنما يمكن المواطن المصري حس بالنشاط البالغ للأجهزة اللي بتكافح الفساد، سواء كانت الأجهزة الرقابية أو الجهات القضائية، خصوصا في السنين الأخيرة، لأن في إرادة سياسية حرة لتعقب الفساد وكشفه، وشفنا وزراء بيتم محاكمتهم، وشفنا مناصب قيادية عليا بيتم محاكمتهم في وقائع فساد عديدة لأول مرة. بالضبط. قصة مايكل قبل ما ننتقل للنقطة الثانية، قصة البطل مايكل حداد في التحدي والإرادة، تقدر تدينا مؤشر أو نقدر نستفيد منها أنه هنقضي إن شاء الله على الفساد اللي عندنا في مؤسسات كتيرة قوي حتى لو كان مستشري وموجود في مفاصل الدولة؟ تمام. يعني خلينا نكون واضحين جدا، مفيش دولة في العالم ما فيهاش فساد على الإطلاق، ولكن هنقدر نحارب الفساد ونحجمه
وننزله للمستويات الدنيا ويتحول إلى الاستثناء الأساسي من القاعدة الأساسية إلى وهي المعاملات السليمة، هنقدر وده طبعا مش مجهود دولة فقط، طبعا الدولة عليها العبء الأكبر بمؤسساتها كلها سواء كانت الرقابية أو القضائية، ولكن برضو المواطن هو كمان عليه دور لازم يعمله عشان نقدر في منظومة كلها أو بيئة كلها بطبيعتها تبقى طاردة للفساد. فده طبعا هنقدر، ونقدر بالإرادة، وثبت أن مع العمل الجاد ومع قدرة الأجهزة ومنحها الإمكانيات والصلاحيات ومع الدور الإيجابي للمواطن اللي ظهر بعد ثورتين قاموا في هذا البلد، لا بقينا بنشوف محاربة حقيقية للفساد. ويكفي أن احنا لو تابعنا المؤشرات الدولية هنلاقي أن مصر على مؤشر المؤشر مكافحة الفساد اللي هو الكوربشن إندكس بتتحسن في ترتيبها من سنة إلى أخرى، فده دليل حقيقي بيقيس مدى مكافحة الفساد داخل البلد. معلش سؤال تاني أخير، بس النقاط دي كلها مهمة جدا، مكافحة الفساد ليها علاقة بجذب الاستثمار؟ ده دي علاقة أساسية وجوهرية، لأن المستثمر دايما بطبيعته لا يمكن يستثمر في بيئة غير آمنة. هو في حاجتين بيبص لهم المستثمر قبل ما يفكر يدخل، الفساد، وطبعا ما يشمله الفساد بمفهومه الواسع مش بالمفهوم الضيق، الفساد اللي يشمل البيروقراطية والروتين نوع من الفساد، ده فساد برضه، فده فساد، يعني مش لازم فساد يعني رشوة، لا 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 لا، لا. اني اعطل الورق واني يبقى عندي بيروقراطية ده نوع من الفساد بالظبط، او اني اروح الجهة الحكومية ما لاقيش الموظف وما فيش بديل اللي هي النوع البيروقراطية اللي احنا ممكن نعاني منه، فده نوع من الفساد طبعا. الحاجة الثانية الاستقرار فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين، ان مش كل شويه يطلع قانون جديد يلغي اللي قبله، فبالتالي يبقى عندنا اهتزاز خصوصا في قوانين متعلقه بالاقتصاد. يمكن شفنا بعد المؤتمر الاقتصادي والحزمه القوانين اللي صدرت جديده كلها بشكل بترسخ لبيئه امنه يقدر فيها المستثمر ان يدخل المجال المصري وهو مطمن ان الدنيا مستقره. ولو ما بعدناش عن النيابه الاداريه اللي اشرف اني اتحدث باسمها، احنا عندنا وحده لقضايا الاستثمار دورها انها بتشتغل على التحقيقات الخاصه بشكاوى المستثمرين من اذا كان بيتعامل مع جهه حكوميه ما وحصل عنده مشكله او حصل عند الجهه دي تاخير المستحقات ليه او مشكله ما بيعاني منها، بيجي يتقدم للوحده دي بشكوى، والوحده دي بتتمتع بقدره على التحقيقات بشكل ناجز وفعال وسريع، بتراعي فكره البعد الاقتصادي لقضايا الاستثمار. ويمكن شفنا في الفتره الاخيره العديد من القضايا كانت بتخلص في وقت قريب وبسيط جدا، والمستثمر بيشعر ان خلاص اذا كان ليه حق بياخده، اذا كان عليه حق بيؤديه الى الدوله، فهو كمان بيبقى راضي عن المنظومه، لان كمان العداله الناجزه جزء مهم جدا من جذب الاستثمار. طيب نرجع للسؤال الاول اللي بدات بيه، لانه الحقيقه انا كنت سابقا وعدت المشاهدين اللي ليهم علاقه بمسابقه كاتب رابع انه في اقرب فرصه ان شاء الله لما نلتقي مع حضرتك نرجع نسالك تاني هذا السؤال، ماذا عن نتائج هذه المسابقه؟ طيب باختصار شديد جدا، احنا كان عندنا مسابقه اولى لتعيين عدد كبير من الكتبه، السكرتاريه اللي هو سكرتير التحقيق، كانت سنه 2015 وظهرت نتيجتها. كان تم الطعن على القرار بتاع التعيين امام المحاكم المختصه في مجلس الدوله، فصدر حكم المحكمة بإلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار، فبالتالي الناس اللي كانت اتعينت واستلمت أشغالها لمدة حوالي 7 شهور تم إلغاء التعيين بتاعهم، وطرحت النيابة مسابقة جديدة، لأن كان عندنا عجز شديد جدا في كتبة التحقيق اللي هم السكرتارية التحقيق، واتعملت المسابقة الجديدة. لماذا تم إلغاء أعمالهم يا فندم؟ بحكم قضائي، إحنا النيابة الإدارية جهة قضائية لا يمكن تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي. تمام. أحكام مجلس الدولة هي أحكام واجبة النفاذ منذ صدورها، ما هياش أحكام بستنى دايرة استئنافية، لأن هي أحكام واجبة النفاذ من منذ تاريخ صدورها، فكان لابد من تنفيذ الحكم ده، الامتناع عن تنفيذ الحكم ده مشكلة. طبعا خلال الإجراءات بتاعة المسابقة التانية، وقبل ما يستلم بقى الناس اللي هيتم تعيينهم في المسابقة التانية، كان الموظفين اللي تم يعني الغاء تعيينهم في المسابقه الاولى طعنوا على هذا الحكم. تمام. فجت محكمه الطعن لغت الحكم وحكمت باعادتهم الى وظائفهم الذين كانوا عينوا عليها بدرجتها. طيب والوظائف دي كنت اوريدي عينتوا عليها؟ ما كانش لسه حد استلم اي حاجه، كانت المسابقه اتعملت ولكن ما كانش في حد استلم. يبقى الوظائف كانت فاضيه. كانت حتى التاريخ ده كان صدر قرار باختيار بعض الناس وتم سحبه قبل تنفيذه. يعني كانت النتيجه بتاعت المسابقه الثانيه كان صدر فيها قرار ولكن تم سحبه قبل تنفيذ هذا، ما كانش حد استلم. طيب مصير الناس دي ايه؟ هم دلوقتي معاهم حكم يرجعوا وظايفهم؟ رجعوا بالفعل. ورجعوا طبعا بالفعل. طيب. دول ما فيهمش مشكله، هي المشكله او الشكاوى اللي بتيجي لحضرتك من اصحاب المسابقه الثانيه بتاعت 2016 اللي هم ما تعينوش اصلا. تمام. فدول هي دي مشكلتهم. تمام. فترتب على كده ان الاولانيين خلاص رجعوا تنفيذا لحكم القضاء في محكمه الطعن بعد ما امرت برجوعهم لوظايفهم، والتانيين ما بقوش متعينين اصلا، فهم دول اللي بيقدموا لحضرتك شكاوى. انا كنيابه اداريه انا جزء من منظومه الدوله، عندي درجات ماليه معينه بعين عليها، لان الدرجات دي فيها التزامات ماليه وتامينات ومعاشات ومرتبات. طب. الدرجات دي تم شغلها باللي تم تعيينهم اللي هم كانوا بتوع المسابقه الاولى بحكم قضائي، فما بقتش قادر اعين حد جديد دلوقتي.
هم كان الاجراء بتاعهم ان هم بيتوجهوا لمحكمه القضاء الاداري المختصه وبيرفعوا دعوه بيطالبوا فيها بحقيتهم في التعيين. وعملوا كده فعلا؟ هم عملوا كده بالفعل. طيب حتى الان ما فيش اي احكام. وطبعا يعني ما زالت القضيه مستمره في القضاء الاداري. ده بالتاكيد بالتاكيد. وفكره تنفيذ الحكم بيترتب على عدد الدرجات الممنوحه للنيابه من وزاره الماليه، وكمان على الاحتياجات بتاعه النيابه الاداريه، وعلى تنفيذ الحكم. الحكم هيطلع بيقول لي ايه؟ طيب يعني هم دلوقتي قضيتهم في القضاء الاداري، هم رفعوا دعوه. دي حقيقه. وحضراتكم كنيابه اداريه منتظرين حكم القضاء الاداري. مش كلهم رفعوا طبعا، المتضررين اللي شايفين ان هم طبعا دول رفعوا دعاوى، وده حقهم تماما، من حق اي مواطن اللجوء للقضاء في طبعًا. اي شيء يرى ان هو حقه. طب وحضراتكم في انتظار دلوقتي حكم القضاء الاداري. بالتأكيد. فهي الان القضيه في المحكمه في القضاء. تمام. هيئه النيابه الاداريه، الناس بتسال كل يوم والتاني، يعني تعامل جديد مع القضايا، وقائع فساد، محاكمات تأديبية. هيئة النيابة الإدارية بتنشط في عملها بقالها فترة الحقيقة، وحنتكلم لاحقا على وحدة الاستثمار برضو اللي أعتقد أن هي نسبيا حديثة يمكن. كيف تعمل هيئة النيابة الإدارية؟ ما هي القضايا أو المحاور الرئيسية، مش القضايا، أو نوع أنواع القضايا اللي بتعمل عليها هيئة النيابة الإدارية؟ تمام. يعني خلينا نقول ان اذا اتكلمنا بشكل عام بدون الدخول في تفاصيل قانونيه عشان يعني يبقى كل الجمهور معانا في الصوره، هي مختصه بالموظف العام والمخالفات الماليه والاداريه اللي بيرتكبها الموظف العام بمناسبه واثناء وظيفته. فاي تعامل مع اي جهه من الجهات الحكوميه التابعه للدوله، الموظف اللي بيشتغل في الجهه دي هو خاضع لاختصاص النيابه الاداريه. فبالتالي هي بتختص بكل الموظفين العموم التابعين للدوله. فالموظف اللي في القطاع الخاص ده مش تبع النيابه الاداريه. الموظف اللي بينظمه قانون خاص، يعني زي يعني مثلا ضباط الشرطه، القضاء، ضباط القوات المسلحه، دول ليهم قوانين خاصه لجهاتهم وقوانين عسكريه. بالظبط. فدول غير خاضعين للنيابه، انما النيابه بتتعامل مع الموظف الحكومي بالمفهوم الواضح للموظف الحكومي والجهات الحكوميه التابعه للدوله. طيب النيابه الاداريه بتحقق في قضايا كثيره جدا، وفي الحقيقه يعني كلام عن احصائيه ربما بعدد القضايا سواء للدعاء او الاتهام. خلينا نسأل السؤال بشكل مختلف شوية، متى تتحرك هيئة النيابة الإدارية تتجه نحو قضية ما، أو يعني في مشكلة في قضية معينة فتتجه إليها النيابة الإدارية، والعكس كيف تستقبل هيئة النيابة الإدارية قضايا وتقوم بالتحقيق فيها؟ تمام. يعني احنا عندنا اكثر من صوره زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي. الصوره الشائعه او الصوره الاولى ان الجهه نفسها، الجهه الاداريه اللي فيها المشكله، وزاره ما او مصلحه ما او هيئه ما، بتبعت للنيابه ما يسمى بلاغ. بتقدم لنا بلاغ، انا عندي فيه مشكله 1 2 3 4، اتفضلوا يا نيابه اداريه، ده اختصاصكم، اتفضلوا حققوا. ده سواء الوزير المختص او رئيس المصلحه او رئيس الجهه المختص بيقدم بلاغ للنيابه. الصوره الاخرى الاكثر شيوعا هي شكاوى المواطنين. مواطن بيقدم شكوى للنيابه الاداريه. هنا الجهه ما تعرفش حاجه، المواطن جالي مباشره بيقول انا في الجهه الفلانيه في مخالفه ما. المواطن ده قد يكون موظف في الجهه وقد يكون من احد الناس، مواطن عادي جدا. لو كان موظف في الجهه بتضمنه ازاي حمايته، وانه ما يتعرفش في مكان شغله عشان ما يتاذيش برضه؟ عشان دي نقطه الناس كلها بتسال عليها. ده شيء مهم جدا. هو هنا بقى هنتكلم في حاجه مهمه. احنا حتى الان طبعا في مصر ما زال قانون حمايه الشهود ما صدرش. ولكن احنا بنعمل ايه؟ من حق اي مواطن ان يقدم شكوى مجهول، ما يحددش فيها بياناته، ما يذكرش فيها اسمه. ومن حقه احنا يعني عندنا اليات للتواصل مع المواطنين غير الاليات التقليديه. عندنا ما يسمى الخط الساخن، وعندنا البريد الالكتروني. ايه الخط الساخن يا فندم لحضرتك؟ 16117. ده بيعمل على مدار الساعه من 8 صباحا ل 8 مساء، لمده 7 ايام في الاسبوع، يعني كل يوم من 8 الصبح ل 8 بالليل. ده بيتلقى شكاوى المواطنين. كمان عايزينكم، انا اسفه يا سياده المستشار، هستاذنكم يا شباب بس برضو الخط الساخن يبقى معانا لهيئه النيابه الاداريه 16117. تمام يا فندم. وعندنا البريد الالكتروني، وعندنا ممكن يبعتها بالبريد العادي، وممكن يجيب الشكوى هو باليد. طب انا بتخيل بقى لو حضراتكم في النيابه الاداريه فاتحين الباب انه الموظف او المواطن اللي مش عايز يقول اسمه لكن شايف قضيه فساد او ما الى ذلك فبيتقدم بيها، لو حضراتكم فاتحين الباب انها تصل من مصادر مجهوله ما يبقاش كاتب اسمه، ده حضراتكم على كده ممكن يجي لكم عشرات الالاف من الشكاوى والرسائل كل يوم. طيب. بتلاقوا وقت ازاي تفرزوها وتحققوا فيها؟ وماذا عن الشكاوى الكيديه؟ وماذا عن القضايا الملفقه؟ واحد متغاظ من واحد يبعت لكم يقول لكم ده فاسد. بتتعاملوا ازاي يا سياده المستشار في القضايا دي؟ سؤال جيد جدا. الشكاوى دي لما بتيجي، خصوصا الشكاوى المجهله او اللي مش مذكور اسماء اصحابها، والشكاوى حتى العاديه، عندنا وحده مركزيه ملحقه بمكتب رئيس الهيئه اسمها وحده الشكاوى. وحده الشكاوى دي فيها عدد من الساده المستشارين الاعضاء، دورهم ان هم يفحصوا الشكاوى دي فحص مبدئي.
بيبتدي يشوف الوقائع شكلها عامل ازاي، يبتدي يتحرى عن الوقائع دي، ممكن يطلب تحريات الجهات الرقابيه، اديني التحريات عن الوقائع دي، هل الوقائع دي صحيحه ولا لا، ممكن يطلب مستندات من الجهه عشان يتاكد من سلامه الاجراء ولا لا. حكايه ان احنا نوصل للمتهم نواجهه بالاتهام دي اخر حاجه، لما نكون تاكدنا تماما تحقيقات طول الوقت في شبهات جديه بتؤكد ان الوقعه الشكوى دي غير كيديه. حضرتك بتتكلمي كلام مظبوط جدا، اه بيجي لنا شكاوى كيديه، بس ده ما ينفعش يمنع ان انا افتح الباب للمواطن، يعني ده بالعكس ده جزء من متاعب الـ 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 الرساله بتاعه العداله النيابه بتاديها. طبيعي جدا زي اي محكمه زي اي نيابه ان هيجي جزء من الشكاوى هو غير حقيقي، بس لازم اتعامل معاه لان قصاد ده بلاقي شكاوى حقيقيه بتكشف لي وقعات فساد في غايه الاهميه. هنذهب لابعد من كده، ويمكن حضرتك تعلمي ده، احنا مش بس بنكتفي بده، احنا بنتابع وسائل الاعلام. لما بنلاقي وقعه اثيرت في احد وسائل الاعلام ممكن تشكل مخالفه بتختص بها النيابه الاداريه، بيتعرض مذكره من اداره الاعلام على معالي مستشار رئيس الهيئه اللي بتتفضل بالتاشير بالاحاله للتحقيق متى ثبت جد يعني ان الواقعه على هذا الشكل كده ممكن يكون فيها شبهه مخالفه. وعملنا ده كثيرا جدا، يمكن البرنامج بتاع حضرتك كان من البرامج اللي خدنا منها اكثر من واقعه قبل كده. ويعني توجيهات معالي مستشار اماني الرفعي رئيس الهيئه يعني منذ تولت منصبها الحقيقه وهي مركزه على العداله الناجزه ومتابعه كل القضايا اللي من هذا النوع، يعني وسرعه التحقيق الحقيقه. دي حقيقه، ويمكن بتتابعها بشكل اسبوعي حضرتك، دي حقيقة. يعني هي بتتابعها بشكل اسبوعي بنفسها، بتتاكد ان سرعه الاجراءات ماشيه والعداله الناجزه بيتم تحقيقها. ممكن اقول لحضرتك على حاجه سياده المستشار انا لاحظتها، بس خليني اسمح لي الاول اقول بس انه السيد الرئيس وصل بالفعل الى نيويورك للمشاركه في اعمال الجمعيه العامه للامم المتحده. وصول الرئيس هناك اعتقد انه كمان لقاءه المرتقب ان شاء الله مع ترامب ومشاركته والكلمه اللي هيلقيها اعتقد انها مهمه جدا، هنتابعها ان شاء الله. انا لاحظت حاجه على مدار السنتين ثلاثه اللي فاتوا دول، هيئه النيابه الاداريه بتهتم بكل انواع القضايا، بمعنى من اول مثلا طبعا موظف فاسد، مدير يعني متحرش، قضايا فيها اهمال طبي، صحه مريض، كل ده، التعليم، المدارس، كل ده، مرورا حتى الى قضايا ممكن يتخيل البعض انها يعني ابسط من انه هيئه النيابه الاداريه تنظر اليها، زي مثلا قضيه انه شخص بيعذب حيوان مثلا، ودي انا شفت حضراتكم الحقيقه بتحققوا في وقائع زي كده. فالتنوع ده يا فندم في القضايا ماذا يتطلب وكيف تعمل عليه هيئه النيابه الاداريه؟ لانه الحقيقه ما تقوم به من ادوار لمحاوله ضبط اداء المواطن المصري، وخليني اقول بقى مش الاداء الحكومي بس، ضبط الشارع المصري كمان، حقيقي دور محترم جدا. طيب يعني بالفعل هي كل ده بيتطلب نوع من الرؤيه المختلفه. بمعنى ايه؟ مش بالضروره الواقعه الكبرى تكون متعلقه بمئات الملايين من الجنيهات عشان اقول عليها واقعه كبرى، ممكن يكون تاثير الواقعه نفسه اكبر من القيمه الماديه بتاعتها، يعني حضرتك ضربتي امثله، انا هضرب لحضرتك بمثال حي يمكن كان من البرنامج عند حضرتك هنا. اكيد نتذكر الواقعه الخاصه بالحديقه الدوليه وال دهن الحمار البلدي على انه حمار وحشي. بالظبط بالظبط، طبعا الواقعه على هذا التصور يمكن تبان انها يعني غير ذات اهميه. لما عرض الموضوع على معالي مستشار رئيس الهيئه يعني عرض عليها بما يتضمن مقاطع الفيديو والقنوات الاجنبيه ازاي تناولت هذا الموضوع، صح، كيف سخرت من معاملتنا في مصر الى الحيوان والتعامل في هذه القضايا. بالظبط، هنا الاثر بقى اكبر بكتير قوي من الواقع. هنا الاثر بنتكلم عن صوره مصر امام المجتمع الدولي، فهنا كان لابد من محاسبه من تسبب في هذا، لان لازم انا كمان اوصل للمجتمع الدولي ان انا عندي واحد غلط وحاسبته، مش انا، لان الصوره جت امام الكاميرات كما لو كان ان ايه، ان يعني نوع من السخريه والاستهزاء ان مصر عملت كذا. هي مصر ما عملتش كذا، وفي ان في حد اخطا لابد من محاسبته. صحيح، فالحساب هو اللي بيبين للناس ان لا فعلا احنا عملنا الاجراء. اذا نوع القضيه ليس بحجم الاموال او كده، ربما الاثر الواقع او الضرر الواقع من الفساد او الخطا هنا. بالظبط بالظبط، دي نقطه مهمه بالزبط. جدا. طيب اخطر قضايا الفساد اللي ممكن نتكلم انه هيئه النيابه الاداريه حققت فيها، هل متعلقه بالمال العام؟ هل متعلقه بالتحرش؟ واحنا الحقيقه محترمين جدا تركيز او اهتمام هيئه النيابه الاداريه ايضا بخلق بيئه عمل ومناخ في العمل امن للجميع،
خالي من الفساد بكل اشكاله بما فيها التحرش. بتشتغلوا على ده ازاي يا سيادة المستشار؟ تمام، يعني اذا كنا بنتكلم على الاهميه طبعا هتاتي دايما قضايا المتعلقه بالانسان نفسه وصحته في المقام الاول، يعني دايما القطاع الصحي بالذات لانه متعلق بحياه الانسان او بصحته بيبقى تاثيره بالغ، فده دايما بياتي في المقام الاول. لو حضرتك بتتكلمي يعني يمكن يعني التعرض ده خصوصا على البيان الاخير الخاص بواقعه التحرش، النيابه وهي بتشتغل الكلام ده هي بتنظر مش فقط للواقعه اللي حدثت، عندي هنا متهم ادين فبيتحاسب، مش بس كده، انا لازم اشوف ازاي واقعه زي كده ما تحصلش تاني. يعني احنا كنا بنتكلم الواقعه اللي ذكرت دي كانت واقعه موجوده في مدرسه ابتدائي، ازاي انا اعمل مجموعه. معلش حضرتك تدي فكره برضو لمن لم يتابع طبيعه الواقعه، المدرس اللي قام بالتحرش. تمام، يعني مدرس في احدى المدارس الابتدائيه كان تحرش بعدد من الطالبات اللي موجوده في الصف الرابع الابتدائي بطرق مختلفه، يعني كانت حاجات كثيره جدا سواء بالطريق الجسدي او بالايحاء او عن طريق عرض مقاطع فيديو مخلة على التليفون بتاعه او استخدام الفاظ لها مدلول جنسي مع البنات. كيف تم كشفه يا فندم؟ لانه عاده البنات في السن ده بيخافوا، يقول لك ما اقدرش اروح اقول لبابا وماما ان المدرس بيوريني افلام مخله ولا بتاع، فبرضه هنا ليكوا دور مهم. تمام، لو تتذكري حضرتك المجتمع لازم نتغير ولازم تتكلم. بالظبط، لو تتذكري حضرتك كنا عملنا تقرير خاص بعام المراه، كان السيد الرئيس السنه اللي فاتت حدد عام 2017 عام للمراه، فالنيابه الاداريه اصدرت تقرير بمناسبه عام المراه تناول المراه والوظيفه العامه، المكتسبات التي حصلت عليها وكانت كثيره جدا وبعض التحديات وبعض انماط الجرائم اللي النيابه حققت فيها ورأت فيها توصيات معينه. كانت من ضمنها الواقعات الخاصه بالتحرش خصوصا في نطاق المدرسه، وطبعا احنا يعني تعميم التجربه في اي بيئه عمل. المشكله فعلا زي ما حضرتك بتقولي ان الواقعات او جريمه التحرش بالذات من الجرائم اللي الضحيه فيها خصوصا لو كانت صغيره في السن عاده ما تحجم عن الابلاغ. صحيح، لانها بتخاف طبعا، ولان بيبقى مرتكب الجريمه له سلطه عليها خصوصا لو اتكلمنا في نطاق المدارس، وكمان الاستجما او الوصمه اللي ممكن المجتمع يتعامل معاها بيها دي بقى لو كبيره شويه بفكره ثقافه لوم الضحيه ويبتدي يلتمس التبريرات للجيني. احنا بنتعامل معاها ازاي؟ وهي بيتم تحقيقها بيبقى في مجموعه من المعايير بيتم مراعاتها في التحقيق. لو بنسال بنات خصوصا لو صغيره بيبقى في اخصائيه اجتماعيه موجوده بنتعامل معاهم وبناخد منهم الافادات بتاعتهم وبنطبق الافادات اكثر من حد. احنا بنحط التوصيات، بنشجع على عمل التوعيه لمفهوم جريمه التحرش، على تواصل الاهالي مع اولادهم بشكل امن وصحي علشان ما يخافوش يحكوا لهم حاجه. توفير البيئه الامنه. بنعمل ده ازاي يا سياده المستشار؟ كيف توصلون هذه الرسالة المهمة جدا جدا لكل أم ولكل أب وخصوصا في المجتمعات الريفية وفي صعيد مصر، إنه لو تعرضت بنتكم أو أحد أبنائكم للتحرش أو لمضايقات جنسية أيا ما كان نوعها ما تسكتوش ولازم تتكلموا. تمام، يعني بنوصل الرسالة دي إزاي؟ يعني يمكن كانت من التوصيات العديدة اللي عملتها النيابة الإدارية، وكان السيد الوزير الحالي دكتور طارق كان عمل كتاب دوري السنة اللي فاتت وزع على المدارس كلها. كتاب الدوري ده كان بيتضمن توصيات عديدة لمكافحة تلك الجريمة، وكان بيتضمن ازاي يتم متابعة العاملين داخل المدارس. طبعا خلينا نقول في يعني الغالبية العظمى من اعضاء هيئة التدريس والمدرسين ناس محترمة جدا، مش معنى ان احنا بنتعامل مع واقعة ان هي ولا معنى انه في طبيب فاسد مثلا او ممرضة ما قامتش بشغلها وتسببت ضرر للمريض انه المنظومة الصحية كلها فاسدة. مظبوط، لا طبعا. طيب، فالمنشور ده كان بيقول ان بيتعلق في مكان ظاهر من المدرسة، يتم التوعية في اجتماعات أولياء الأمور الخاصة يعني لما بجتمع مع أولياء الأمور والأسرة هيئة التدريس، الاجتماعات الدورية اللي بتتعمل يتم التوعية بالكلام ده، دور للأخصائية الاجتماعية للتواصل مع الطلبة بشكل مباشر بعيدا عن أي تعقيدات، خلق البيئة الآمنة. هنا المفروض إيه؟ إن أنا ملاقيش مثلا مدرسة فيها مبنى مهجور بعيد، ملاقيش أماكن بيبقى فيها سهل إن ممكن يحصل حاجة زي كده. صحيح، يبقى في مرور دوري من المشرفين. صحيح، أو الإدارة بتاعة المدرسة على الفصول، ويبقى في تواصل مع الطلبة في غياب المدرسين يسألوهم أخبار الدنيا إيه، التواصل إيه، إيه اللي بيحصل إيه اللي ما بيحصلش. كل ده مهم جدا خصوصا احنا بنتعامل مع السن الصغير،
فكل ده اتعمل في شكل كتاب دوري بتوزع على المدارس. وكل ما بتطلع قضيه من هذا الشكل يمكن النيابه بتاكد على التوصيات دي وبتخطر بيها سواء المدرسه اللي حصل فيها الكلام ده او الجهه سواء كانت الوزاره. عايزين نقدم الكتاب ده يا سياده المستشار، يعني نبقى ناخد من حضرتك نسخه منه ان شاء الله بجد، ويعني نشوف كده محتوى ايه او لو في مين كونتنتس ليه نعرضه. يعني بالتاكيد عايزين نساعد نعمل توعيه لده. بالتاكيد مهم طبعا جدا. طبعا والبيئه الامنه ما بقتش مقتصره فقط على المدارس، هي طبعا المدارس هي الصوره الفجه لان احنا بنتعامل مع اطفال. صحيح. انما البيئه الامنه مقتصره على كل طيب. بيئه. هتوقف تاني عند مفهوم البيئه الامنه عشان ده مهم جدا، بس اسمح لي اخد بعض الاتصالات اللي جايه لحضرتك فيها اسئله. خليني ابدا باستاذ عصام. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. الو، مساء الخير استاذه منى. مساء النور يا فندم. اهلا. مساء الخير، انا مع مستشار. استاذنك يا فندم، امر دلوقتي بخصوص مشكله كاتب رابع اللي هي عليها حياه 70,000 متقدم متوقفين لحد دلوقتي. معالي المستشار دلوقتي بيقول ان الهيئه دلوقتي تتوجه الى القضاء. طيب حضرتك دلوقتي نزلت منشور يا فندم في شهر 7 بماده 302 تقريبا اللي هيتم عمل فحص وبعد كده اظهار النتيجه، ده رقم واحد. رقم اثنين، هل هيئه النيابه الاداريه يا فندم بتعمل مسابقه سوريه؟ زي ما حضرتك قلت سابقا ان هيئه النيابه الاداريه اللي هي بتعمل مسابقه سوريه. طيب عايزين دلوقتي يا فندم سؤالك يا استاذ عصام لو سمحت عشان الوقت ومعايا اتصالات كتيره جدا، سؤال محدد. حاضر يا فندم. اتفضل يا فندم. حاضر يا فندم. اتفضل. حاضر يا فندم. دلوقتي الكل يشاهد حضرتك الان عبر برنامج حضرتك ال 70,000 دلوقتي. تمام. والسؤال في اختصار كده يا فندم في عجاله سريعه، حضرتك دلوقتي نزلت منشور بعد فحص النتيجه وسوف يتم اعلان النتيجه. لماذا يا فندم حتى الان لم يتم اعلان النتيجه؟ تمام. احنا الامر غير متعلق. خلاص يا استاذ عصام، لماذا لم يتم اعلان النتيجه حتى الان؟ خلاص سؤال واضح عشان بس معايا اتصالات كتير. بشكرك، حالا هنسمع رد الست المستشار. استاذ احمد اتفضل يا فندم. الو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. تحياتي ليك المستشار. شكرا. دلوقتي حضرتك انا كنت عايز اسال سعاده المستشار، احنا عملنا بلاغ شكوى في النيابه الاداريه بخصوص حي النزهه ان هو ما بيطبقش الغرامات على قهوه مخالفه بالرغم ان هو شددوا العقوبات عليها، وفعلا النيابه حققت معانا لانه حي النزهه ما بيطبقش المخالفات، تنفيذ المخالفات اللي هي اللي تمت، يعني ما بياخدش الغرامات اللي هي عقوبتها حسب ما قال لي المستشار محمد سمير في النيابه ان هي بتصل للحبس. طيب وللاسف ما تمش تنفيذ هذه قدمت شكوى للنيابه الاداريه يا استاذ احمد؟ نعم. قدمتوا شكوى للنيابه الاداريه؟ يا فندم اهو اتحققوا معانا فعلا وتاكدوا من صحه الموضوع، وجه حي النزهه وقفل القهوه تاني. اسمع اسمع. وللاسف بعد نص ساعه فتح التاني وما خدوش ما نفذوش، الحي برضه متقاعس نتيجه. طيب. امور مش عارفينها ايه. حاضر. متقاعس عن تنفيذ الغرامات دي على القهوه. حاضر. عليهم دلوقتي غرامات في حدود 40,000 جنيه. حي النزهه وتنفيذ الغرامات. حاضر. استاذ خالد اتفضل يا فندم. الو، مساء الخير مدام دينا، تحياتي لحضرتك. مساء النور يا فندم، اتفضل. استاذ منى معلش انا اسف. اتفضل. استاذ المستشار المحترم وهيئه النيابه الاداريه المحترمه. انا بس يعني مش عارف بالنسبه طبعا حضرتك بتكافح الفساد وكل حاجه وده شيء محترم جدا احساسا بالنيابه الاداريه، لكن استاذ منى يعني احنا امتى موضوعنا هيظهر للضوء اللي هو ان احنا من 2011 حضرتك متعاقدين في التربيه والتعليم تبع محافظه السريه حوالي 4200 بناخد 55 جنيه. تاني معلش عيد يا استاذ خالد، من 2011 من 2011 لا 2011 2012 تعاقدنا في التربيه والتعليم ايام دكتور علي عزيز علي محمود الشرقي الاسبق بناخد 55 جنيه تبع التربيه والتعليم. طيب انتوا ايه يا فندم؟ انتوا محافظه ايه تاني معلش؟ الشرقيه. محافظه الشرقيه مركز ومدينه الحسينيه يا فندم. الحسينيه. ايوه ده انا عارفه مشكلتكم واتكلمتوا فيها كتير. تمام. فاللي زعلك كابتن المستشار ايه بقى؟ ان هم مديني فيزا كارت، انا راجل متعاقد مديني فيزا كارت، الفيزا كارت فيها 55 جنيه المفروض مرتبي. الفيزا مره طلع لي 30 ومره طلع لي 40، يعني مش عارف اغير الانبوبه اللي احنا منهم 2011 مش عارف اغير الانبوبه لحد دلوقتي. حاضر، بشكرك يا استاذ خالد. في مداخلات ثانيه يا شباب؟ استاذ جابر البحيره، اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين يا استاذه منى وسيادة معانا المستشار سعادتك. احنا عندنا مشكلية يا فندم في حتة اسمها قرية 400 الخط الوسطاني مركز كفر الدوار محافظة البحيرة ست الكل. مركز كفر الدوار. المستشار انا شاحت له شكوى من حوالي شهر ولا 20 يوم. عندنا مشكلية في حتة اسمها قرية 400 الخط الوسطاني مركز كفر الدوار محافظة البحيرة ست الكل. طب بالراحة يا عم جابر. عم جابر. سيادة المستشار كده. طب عم جابر المشكلة ايه بس؟ من 2004 سعادتك.
وعنده واحد اسمه السادات سعدون بيقول لنا سيادة الوزير طيب التموين مانع الفرام في البحير ومن التموين مانع ايه؟ قالوا للناس هذا خير سعدون التموين مانع يا عم جابر يا عم جابر عايزين نفهمك ايوه ست الكل ثانية واحدة بس التموين مانع ايه؟ نعم ست الكل انا مش فاهمة المشكلة ايه بس قولها لي كده المشكلة سعادتك واحد واحد فاعل خير زي ايوه استاذ منه مع سعادتك واحد فاعل خير متبرع بمكان فرن عيش عندنا استاذ منه اه ماشي ومستنيين بس حد يجي يعين لنا المكان بس حاضر 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 يا عم جابر هسال حالا سياده المستشار محمد ده اهليه اتفضل يا فندم السلام عليكم يا فندم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا فندم كنت تقدمت البلاغ من حوالي شهرين ثلاثه لهيئه النيابه الاداريه يعني بخصوص تواطؤ المسؤولين معايا بخصوص تكافل وكرامه وانا رجل كفيف من ذوي الاحتياجات الخاصه مش اي حد رد عليا لحد دلوقتي طب خلينا بس ما نقولش التواطؤ خلينا نقول ان في مشكله في تكافل وكرامه بالنسبه لك يعني بلاش برضو نلقي اتهامات على مؤسسات او على اجهزه لانه لسه في بلاغ وفي تحقيق تمام المشكله ايه بقى الى الان يا فندم رد عليا خالص ولا انا عارف توصلوا لايه لحد دلوقتي طيب يعني انت قدمت بلاغك للنيابه الاداريه قدمت بلاغ يا فندم عن طريق 16117 النيابه الاداريه طيب انا هسال سياده المستشار برضو متابعه بقى البلاغ ده مع المواطن بتبقى ازاي يقدم البلاغ ويرجع يتابع يشوف يبقى ازاي حاضر مين تاني يا شباب معانا ناخد اتصال كمان مين طيب هنرجع ناخد باقي الاتصالات بس نجاوب واحده واحده سياده المستشار لو سمحت خليني ابدا باستاذ عصام والسؤال المباشر لماذا لم تعلن هيئه النيابه الاداريه يعني النتائج الخاصه بالمسابقات طيب. معلش احنا اتكلمنا في الموضوع في البدايه بس حضرتك عارف انه برضو الناس دي بتسال ويعني حاطه امال على نتائج المسابقه دي فهم مهمومين بهذه القضيه طيب. طيب هو الاستاذ عصام كان بيقول ايه ان يعني كانت النيابه طلعت وقالت ان انا هعلن النتيجه تمام وما اعلنتهاش هو يعني ما اعرفش يمكن ما سمعش اللقاء بتاعنا من الاول بس هنعيدها تاني بعد ما صدر حكم المحكمه الدرجات اللي كانت النيابه اعلنت عن شغلها تم شغلها بتنفيذا لحكم المحكمه تمام فما بقاش في مجال او انعدم السبب اللي انا اقدر اطلع عليه القرار هطلع قرار بتعيين ايه يعني انا النهارده دلوقتي هطلع قرار بتعيين بدون درجات شاغره عندي للتعيين هو دي بس الفكره اللي لازم توصل انا الدرجات ال 1600 درجه دول تنفيذا لحكم المحكمه الناس اللي كانوا تعينوا عليهم قبل كده هم اللي رجعوا اتسكنوا عليهم بتوع المسابقه الاولى طب برضه بس بتوع 2016 ذنبهم ايه يا سياده المستشار ما كانوش استلموا يا فندم لم ينشأ له مركز قانوني اصلا بس فكره اني ما طلعش نتائج المسابقه مش دي برضو تضايق الناس ما هو يا فندم انا هطلعها بناء على ايه يعني انا النهارده هقول والله انا طلعت المسابقه في كذا وكذا وكذا ناجح تمام. هيروحوا فين ما هو انا دلوقتي ما اقدرش اطلع لان خلاص الدرجات تم في حكم قضائي جاء بان انا اسكن على دول 2015 بالظبط فما بقاش في سبب للقرار عشان اقدر اصدره ان عدم السبب بتاع القرار هيبقى قرار غير مشروع لو انا اصدرته طيب دول تنصحهم بيه يا سياده المستشار او تقول لهم ايه يعني انا زي ما قلت لحضرتك هو من حقه انه يلجا للقضاء او يبتدي يدور على فرصه افضل في مكان افضل يعني لو في جهه ممكن ان هو يقدم فيها ويبتدي يقدم في اكتر من جهه احنا قبل الفقره بتاعتنا كنا بنتكلم في ايه الاستاذ مايكل بارادته قدر يعمل ايه احنا ممكن نقدم في اكتر من جهه بالظبط او اللي بالنسبه لنا يبدو مستحيل فمش نهايه العالم لو ما جاتليش الفرصه دي ان الحياه هتقفل بالنسبه لي في العديد من الفرص اقدم فيها وممكن تجي لي واحده او اتنين منهم طيب استاذ حي النزهه حي النزهه خالد بلاغ حي النزهه ما بينفذوش المخالفات تمام طيب انا هستاذن حضرتك بالنسبه للاستاذ خالد لا استاذ خالد كان بيتكلم على بتاعه الشرقيه اعتقد لا هو خالد كان بيتكلم على بلاغ حي النزهه طيب بالنسبه لبلاغ حي النزهه هو قال انا قدمت بلاغ للنيابه الاداريه أيوة. وبالفعل الحي نزل وقفل المقهى أيوة. ورجع فتحوه تاني بالظبط طيب فانا بس محتاج اتواصل مع حاضر يعني معانا يا شباب رقم استاذ خالد تليفون استاذ خالد معانا رقم استاذ خالد يا شباب معانا طيب. معانا يا سياده المستشار والواقعه تمام. الخاصه بالمتعاقدين بتوع محافظه الشرقيه المركز طيب. الحسينيه يا فندم 2011 55 جنيه طيب ما هو دي بقى هنا عشان هنا نتكلم في الاختصاص هنا انا عايزه انشئ العداله الاجتماعيه العداله الاجتماعيه بس. يعني لو المواطن ده ليه حق ياخده ملوش حق يبقى فاهم انه القانون بيقول 1 2 3 تمام هو لازم نرجع للعلاقه التعاقديه اللي بينه وبين مديريه التربيه والتعليم اللي بناء عليها بقى بيقبض هذا المبلغ
لو العقد بيقول مبلغ اخر غير اللي هو بيقبضه يبقى من حقه ان يرفع دعوى امام القضاء الاداري مش النيابه الاداريه. قضاء الاداري. القضاء الاداري مجلس الدوله هي اللي تحكم له بقى بالمقابل العادل بتاعه وفقا لضوابط العلاقه العقديه، لان اعتقد ان دول كلهم عقود مش معينين في الدوله دي. لا مش معينين، فتخضع للعلاقه العقديه. العلاقه العقديه يبقى ده منه لمجلس الدوله مباشره. مجلس الدوله قضاء الاداري. تمام تمام. في عم جابر الدوار. مركز الدوار البحيره انه في فعل خير متبرع بمكان مخبز. الفرن مخبز بالظبط كده. تمام. طيب هل هم قدموا طلبات والحي تقاعس او الجهات المعنيه تقاعست؟ هو بيقول ان ما حدش جه عين، فاحنا محتاجين رقم الاستاذ جابر. حاضر. برضو هنتواصل معاه. حاضر. مكتبي هيتواصل معاه بكره. اشكرك اشكرك. وبرضو الاستاذ محمد بخصوص معاش تكافل وكرامه. تكافل وكرامه برضو. طيب. بيقول ان هو مقدم من حوالي شهر شكوى في النيابه الاداريه. طيب يبقى استاذ محمد هو. حاضر. بيقول انا قدمت عن طريق خط الساخن اعتقد. واستاذ جابر. ايوه. واستاذ خالد اللي بلغ حي النزهه. حاضر. وبكره الصبح المكتب بتاعي هيتواصل معاهم كلهم وناخد التفصيلات كلهم وهبلغ حضرتك باللي تم. واحنا الحقيقه دائما عاهدنا على حضراتكم وحضرتك يا سياده المستشار، يعني الحقيقه دايما لما بتاخد ارقام الساده المواطنين اللي بيتصلوا يسالوا على حاجه او عندهم مظالم او شكاوى، الحقيقه طول الوقت حضراتكم بتتعاونوا معاهم وبتتصلوا بيهم على طول. معلش في نقطه اخيره بس، حضرتك قلت لي متابعه البلاغات دي نقطه في غايه الاهميه. طيب انا قدمت بلاغ في النيابه الاداريه بشتكي من واقعه فساد، من تاخير في حاجه، من روتين بيروقراطيه اي مكان. طيب. ما جاليش رد منكم، بتابع ازاي يا فندم؟ طيب احنا حتى الان المتابعه طبعا بيبقى عن طريق ان المواطن بيسال او بيتواصل بالشكل الطبيعي لشكواه. احنا حاليا في طور تحديث لمنظومه شامله في النيابه الاداريه. يعني ان شاء الله تخلص في اقرب وقت، هيقدر المواطن يقدر يستعلم عن البلاغ اللي قدمه عن طريق مثلا الخط الساخن بشكل الكتروني عن طريق الموقع الالكتروني للنيابه الاداريه. البلاغ ده بياخد رقم. ده رائع. الرقم ده هيدخله هيطلع له يقول له احنا في انهي مرحله، ده في مرحله الفحص، ده في مرحله التحقيق، ده انتهى نتيجه التصرف كذا، لو ليه صفه هيعرف نتيجه التصرف. احنا متطورين جدا يا فندم في والحقيقه يعني دي شهاده لازم تتقال. معالي المستشار اماني الرفعي يعني يمكن من المؤمنين جدا بالتكنولوجيا واهميه التطوير وخلق قواعد بيانات مهمه جدا للنيابه الاداريه عشان تواكب العصر. هتسهل على المواطنين، هتقلل الكلفه، احنا كمان هيبقى موضوع الشغل وقدرتنا على تحقيق العداله بشكل اسرع. يعني ان شاء الله باذن الله قريبا حضراتكم بتعملوا دلوقتي في هيئه النيابه الاداريه انه قريبا المواطن اللي قدم شكوى ايا كان نوعها لهيئه النيابه الاداريه يقدر ياخد زي ريفرنس نمبر او رقم بالظبط كود ايا مكان يتابع بيه على الموقع الالكتروني. يعني حتى لو عم جابر ما ملوش في التكنولوجيا، اي حد يا عم جابر عنده كمبيوتر وعنده جهاز متوصل على الانترنت هيدخل على الموقع ده ويكتب الرقم اللي انت هتاخده ده. الموقع ده هيقول لك انت شكوتك حصل فيها ايه بالظبط. صح كده. وبالموبايل كمان مش بس بالجهاز الكمبيوتر، وبالموبايل كمان. ده ان شاء الله على امتى تقريبا؟ يعني نتمنى، يعني مركز المعلومات شغال في الموضوع ده بقاله فتره، ويعني ان شاء الله انا مش قادر ادي ميعاد تحديد، بس اعتقد ان الامور قاربت على الانتهاء. هايل هايل ان شاء الله. دي هتبقى طفره هايله الحقيقه في التعامل مع مؤسسه قضائيه مهمه كده حقيقي ان شاء الله. اخد مصطفى. استاذ مصطفى اتفضل يا فندم. استاذ مصطفى الو اتفضل يا فندم. حضرتك انا على الهوا دلوقتي ولا ايه؟ يا فندم حضرتك على الهوا اتفضل. طيب حضرتك دلوقتي انا كنت قدمت شكوى لمدير التنميه المحليه من سنتين. الو يا فندم اتفضل حضرتك على الهوا وسامعينك. ايوه بقول لحضرتك كنت مقدم شكوى لوزير التنميه المحليه على مخالفات في العقار 40 محي الدين ابو العز. يعني ايه مخالفات محي الدين ابو العز؟ استاذنك بس وطي. أيوة التلفزيون فهم. جنبك. لا معلش وطي التلفزيون جنبك عشان نسمع بعض اسرع. طيب حضرتك قدمت شكوى، الشكوى دي هو حولها لمحافظه الجيزه. ايوه يا فندم اتفضل. حضرتك الشكوى دي هو حولها لمحافظه الجيزه. ومحافظه الجيزه حولتها النيابه الاداريه. واتحقق معايا في القضيه رقم 655 لسنه 2017. تمام. وبعدين ومخالفات موجود فيها تقرير من جهاز تفتيش على اعمال البناء في مخالفات العقار، ومن الحمايه المدنيه بتاعت الجيزه برضه مخالفات العقار. حاضر يا فندم. كتبت مخالفات برضه. حاضر يا فندم. معايا من وكيل النيابه. حاضر يا فندم. حاضر. فهمنا الموضوع. استاذ عمرو اتفضل يا فندم. الو اتفضل يا فندم. الو حضرتك معايا؟ يا فندم اتفضل. دلوقتي حضرتك دفعه 2012 كليه حقوق.
كان مفروض وظيفة وكيل النيابة الإدارية لحد دلوقتي ما ظهرتش دفعة 2012. حاضر، دفعة 2012 لأن أنا ما نزليش تحريات أساسا، مع أنا جايب تقدير جيد جدا ومعايا 2 دبلومة بيعادل ماجستير. حاضر يا فندم. إيه السبب في عدم نزول التحريات ليا؟ حاضر يا فندم، هنسأل حالا. مين يا شباب؟ معنا مين؟ أستاذ أحمد الجيزة، اتفضل يا فندم. أستاذ أمين. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله انا عندي شكوى كنت عايز ارد على السيد الرئيس على الصيحه اللي كتبها. لا انا مش سامع حاجه. مش سامع حاجه. بتقول يا فندم؟ معلش بقول لك انا عندي شكوى عايز ارد على السيد الرئيس على البتاعه. اتفضل يا فندم. انا دلوقتي انا تابع ذوي الاحتياجات الخاصه من ذوي الاحتياجات الخاصه. تمام. كنت مقدم على شكوى بقالي سنه. وايه بقالك سنه؟ معلش بقالي سنه بقدم على شكوى تابع ذوي الاحتياجات الخاصه. مقدم على شقه بقالك سنه لذوي الاحتياجات الخاصه. مفيش حد برد عليا خالص. طيب مقدم فين يا استاذ عمرو؟ يا استاذ عمرو مقدم فين؟ في الجيزه. مقدم لجهه ايه؟ لجهه المحافظه يا فندم. الايه؟ المحافظه، محافظه الجيزه. حاضر يا فندم. حاضر. يعني هو ده يمكن ما يتعلقش بسياده المستشار، بس برضو هاخد رايه ممكن تعمل ايه لو انت مقدم وتستحق الشقه دي، او يعني تعرف ازاي اذا كنت مستحق ليها او لا. حاضر. انا بعتذر باقي التليفونات والله عشان الوقت وعشان نلحق نجاوب على الحاجات دي. استاذ مصطفى اللي مقدم شكوى لوزير التنميه المحليه. تمام. هو قال ان الموضوع مثار تحقيق في النيابه. برضه هناخد تليفون الاستاذ مصطفى عشان نعرف شكوته ايه. هل يعني هو بيقول انا لسه ما اخترتش بنتيجه التحقيق، ولا نتيجه التحقيق صدرت وهو مثلا شايف ان يعني دي حق ما خدوش، فمحتاجين نتواصل معاه. ده هناخد رقمه برضه من الكنترول عند حضرتك. تمام يا فندم، اشكرك. والاستاذ عمرو 2012 كلية حقوق، ويعني درجاته عالية الحقيقة، وكان مقدم على وكيل النيابة الإدارية وعلى طيب يعني دي حاجة بعيدة شوية عن يعني دي حاجة خاصة بالهيئة، ولكن ما يتعلق بالدفعات وما يتعلق بالتعيينات ده كله شغل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مش خاص بأي حاجة. احنا دورنا لما بينتهي العمل وتطلع نتيجة بيتم إعلانها طبعا للرأي العام، حتى الآن نتيجة دفعة 2012 لسه ما صدرتش. ده كل اللي أقدر أقوله في هذا الملف. لسه لم تصدر حتى الآن. طيب يبقى احنا يا شباب إن شاء الله هندي سيادة المستشار بقى أرقام كتيرة، يعني عندنا كذا حد هنديه لسيادة المستشار وإن شاء الله نتابع معاه. عايز أعرف من حضرتك أبرز القضايا اللي ربما أنا عارفة إن حضراتكم بتعملوا على تقرير سنوي، عندكم تقرير نصف سنوي أعتقد وتقرير سنوي بقى بيشمل كافة القضايا اللي اشتغلتوا عليها. 2017 كانت البوصلة لمكافحة الفساد، ويعني ان احنا نسير قدما تجاه ان شاء الله باذن الله يا رب دولة يعني واحدة واحدة كده باذن الله خالية من الفساد، كانت القضايا رايحة لفين يا فندم اكتر حاجة؟ وايه اكتر قضية حضرتك مثلا وانت بتشتغل او شفتها خلال المكتب الاعلامي عند حضرتك حسيت انها كانت فعلا مهمة جدا؟ طيب يعني خليني يعني هبتدي من الاخر، ان يعني يمكن كل قضية بالنسبة لأطرافها ممكن تبقى مهمة جدا، يعني يعني ممكن تبقى قضية هي ما هياش حجمها كبير، ولكن بالنسبة لأطرافها بتبقى كل حاجة في حياتهم أو كل حاجة بالنسبة لهم. 2017 كان يمكن زي ما قلنا في التقرير اللي كان صدر كإحصائيا قبل ما يتعمل له تحليل، كنا بنلاقي ان قطاعات مثلا الصحه والاداره المحليه والتعليم هم اللي بياخدوا نصيب الاسد من الشكاوى بتاعه المواطنين. الصحه والاداره المحليه اللي هي المحليات يعني. والتعليم. مش علشان هم الاكثر فسادا، ولكن عشان هم الاكثر احتكاكا بالمواطن. صحيح. فطبيعي جدا ان المواطن بيتعامل مع دول كثيرا جدا، فدول هم بيبقوا ال ال طيب رصدتوا اكتر حاجه ايه؟ اهمال، رشوه، خطا غير مقصود، يعني اخلاقيات. تمام. وانا عارفه ان حضراتكم كنا لسه بنقول ده من شويه، في بعد انساني وبعد في قضايا اجتماعيه بتتعاملوا كمان معايا سياده المستشار في الهيئه. مظبوط. يعني كل قطاع كان فيه النوع يمكن هو اللي بيبقى شويه نمط، يعني في الطب في القطاع الصحه كنا بنلاقي فكره الاهمال الطبي، سواء عن طريق التدخل الطبي الخاطئ اللي بيترتب عليه مضاعفات للمريض قد تصل الى الوفاه، او ودي كانت نمط شائع جدا، الامتناع عن تقديم الخدمه العلاجيه بالمخالفه للنص الدستور مصر الحالي ونص القانون وقرار وزير الصحه اللي هو في حالات الطوارئ او الخطر تحديدا، الامتناع عن تقديم الخدمه نتيجه اما ان المستشفى امتنعت او ان الاخصائي مش موجود هو كمان او غايب عن المناوبه الليليه بتاعته، فبيترتب على كده ان الحاله قد تتعرض الى مضاعفات بتصل للوفاه. ده كان قطاع الصحه.
في قطاع التعليم كنا بنلاقي ما يتعلق بفكرة الغش وتسريب الامتحانات، ودي تم تلافيها يعني يمكن بشكل جذري صحيح. بعد الاتجاه برضو للميكنة وللتطوير بتاع والحقيقة دي بتحسب جدا جدا طبعًا. لمنظومة العمل الحالية في التعليم ودكتور طارق شوقي الحقيقة والتيم اللي معاكم طبعًا. طبعًا. الحقيقة يعني وكمان كانت الواقعات الخاصة بالتحرش بالطالبات أو التعامل العنيف مع الطلبة والطالبات، يعني واقعات الضرب والتعدي بالضرب أو التحرش زي ما قلنا ده بالنسبة لقطاع التعليم. في المحليات أو في الإدارة المحلية كان النمط الأبرز إما مخالفات البناء أو البناء على الأراضي الزراعية، دول كانوا أشهر وقعات مخالفات بناء أو البناء مخالفات بناء يعني بيتبني أدوار مخالفة عدم تنفيذ الأحكام يا فندم برضو ده طبعا كبيرة. طبعا يعني أنا بس قلت يمكن أكتر الإحصائيات، إنما طبعا في حوالي 7 أو 8 أنماط بس أنا بتكلم على الأكثر شيوعا كان هم فكرة البناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، إن بيبقى طالع رخصة لبناء معين يتم البناء بشكل مخالف أو أدوار أعلى من الأدوار اللي المفروض يتم البناء عليها. أكتر قضية أخذت من وقت وجهد هيئة النيابة الإدارية في العمل والتحقيق حتى تم كشف الملابسات كلها وتقديم يعني المخالف خلينا نقول للعدالة في 2017 كانت ايه؟ يعني لو قلنا في 2017 كان في قضايا كبيرة كثيرة جدا، يعني الـ يمكن التقرير تعرض للحوادث القطارات لان دي كان فيها ضحايا كبيره جدا صحيح. وكان بيبقى تحقيقها كبير جدا، ده بخلاف الحادثه الاخيره دي كانت في 2018، انما حوادث القطارات اللي كانت موجوده في 2017 دي كانت بتاخد مجهود كبير جدا. الواقعات المتعلقه يمكن بالاضرار الماليه البالغه اللي بتبقى نتيجه وجود فساد في منظومه ما او استيلاء احد الموظفين او الرشوه جرائم الرشوه اللي موجوده اللي بتبقى مبالغ كبيره قوي اللي بتبقى محتاجه اجراءات مستنديه كثيره جدا عشان تقدري توصلي للحلقه الكامله لواقعة الفساد ويتم ضبطها. كان في قضية شهيرة جدا يمكن دي كانت خدت وقت كتير لان عدد المتهمين كمان كان كبير جدا، اللي هي خاصة بدور رعاية الايتام صحيح، الواقعات الخاصة بالانتهاكات والتعذيب والتعدي على الاطفال في دور الايتام بالضبط. يعني افتكر ان هم كانوا حوالي 36 متهم، كان منهم رئيس الحي ومنهم كان يعني عدد ضخم جدا من المتهمين، وكشفت عن وقعات كثيره جدا يمكن النيابه عملت فيها معاينه كانت كبيره والتحقيق خد وقت طويل واجراءات كبيره جدا، دي من القضايا اللي افتكرها كويس في 2017. سياده المستشار سؤالي الاخير لحضرتك، لمن يزرعون الياس ولمن يعتقدون انه مكافحه الفساد مش يعني ده كلمه بتتقال والناس الحقيقه ودي بس اكتر حاجه عايزه اركز عليها، الناس اللي هي طول الوقت عايزه تنظر للنصف الفارغ من الكوب، بمعنى انه لما يتم كشف قضيه فساد من كل مؤسساتنا المحترمه هيئه النيابه الاداريه هيئه الرقابه الاداريه النيابه العامه مباحث الاموال العامه يعني كل مؤسساتنا الجليله يتم كشف فساد، الناس اللي هي بدل ما تقول لك والله برافو وعمالين كل يوم نطلع ونكشف فساد ونطهر من البلد يقول لك يا نهار ابيض كل ده فساد في البلد، البلد باظت مفيش امل. رساله حضرتك وأنت حضرتك يعني متحدث عن هيئة النيابة الإدارية المحترمة لكل أبناء الشعب المصري في وقت محتاجين فيه جدا نقف مع بعض ونتكاتف عشان فعلا قبل ما نفكر نبني نطهر فساد للأسف الشديد استشرى في نسيج المجتمع على مدار سنوات طويلة. تمام، يعني حضرتك يمكن قلتي نقطتين في غاية الأهمية، الفكرة الأولى الخاصة بالنظر احنا بننظر من انهي اتجاه او الرؤيه بتاعتنا بناخدها من انهي اتجاه، هل هننظر ان احنا لما بنكشف قضايا الفساد احنا يا عندنا كل ده فساد ولا هننظر ان احنا عندنا مؤسسات فاعله بالفعل بتكافح الفساد؟ ما هو حسب انا بتشكل رؤيتي ازاي؟ لا انا رؤيتي لازم تبقى باينه ان معنى ان الجهات دي بتنشط بهذا الشكل ان الشغل على مكافحه الفساد قائم على قدم وساق، وان الشغل ده مسؤولية الدولة بتأدي دورها وكمان مسؤولية على المواطن انه يؤدي دوره انه ما يشجعش على الفساد، يعني المواطن اللي بيروح علشان يتفادى اجراءات او يخالف القانون فبيتجه الى ان هو رشوة مثلا او ما يشابه ده لازم هو كمان يكافح الفساد بدل ما يسهل للموظف ده ان هو يفسد. طب دي حاجة. الحاجة التانية حضرتك بتقولي الارادة وازاي نعمل، يعني الفقرة اللي قبلي كانت رد بليغ جدا على اللي بيتكلم على الارادة وهزود عليها حاجة، لو احنا بعد 67 كنا قلنا خلاص احنا الموضوع فايدة. انتهى وخلاص احنا القوات عندنا اتضربت وما عندناش معدات وما عندناش اسلحه وخلاص والعزيمه في الارض، لو ما كناش بنينا الانسان المصري الاول وقوته وارادته وجلده عشان نوصل بعدها بست سنين فقط ان احنا نعمل عمليه قعد العالم يتكلم عنها حتى الان، وعلى يعني يمكن اللي قرا كويس انا ازعم اني قارئ للتاريخ
فكرة المانع المائي بتاع قناة السويس ده مفيش دراسة عملت قالت ان ممكن يخرج هذا المشهد بهذا الشكل. اكثر الدراسات تفاؤلا كانت بتقول ان مصر يعني هتخسر حوالي 4 أخماس جيشها. انما اللي حصل ده كانت معجزة. ليه؟ لان احنا امننا بنفسنا اولا. احنا بنتكلم على الصناعة وعلى التحديث وعلى وعلى، بس احنا كمان لازم نصنع الانسان المصري. الانسان المصري بيصنع منين؟ من اول البيت، من البيت للمدرسة، ثم الدولة كمان طبعا بتعمل دورها سواء كان في المدرسة او فيما بعد. الانسان المصري المتزن، الانسان المصري العاقل، الانسان المصري اللي بيدور على غد افضل. ده اهم حاجة ممكن تتعمل في هذا العصر. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر سيادة المستشار، وبشكر كل الزملاء مع حضرتك، وفخوره جدا ان احنا بنعمل يعني حضراتكم حقيقي طول الوقت على اتصال بوسائل الاعلام، مش لفكره انه الاعلام مؤثر او مش دي النقطه، فكره انه ما يصل لوسائل الاعلام المختلفه من شكاوى وقضايا وهموم للمواطنين حضراتكم طول الوقت بتبقوا مهتمين بيه. والحقيقه يعني بس للحق يقال انه كثيرا ما يتواصل معي سيادة المستشار محمد سمير لفقرات يعني بعيده عن النيابه الاداريه، يعني حاجه نبقى احنا مثلا على الهواء بنعرض مشكله، بنعرض حاجه فيها فساد، بنعرض حاجه فيها قضيه معينه، الاقي سياده المستشار مثلا بيتواصل معايا يقول لي لو سمحتي انا عايز ارقام المهتمين بالقضيه دي او اطراف القضيه دي، وبيبداوا التحقيق فعلا فيها. فده الحقيقه يعني بعد كمان يعني زي ما بيقولوا كده جوينج بيوند الهدف او ما بعد الهدف بتاعنا، انه لا احنا بنجري وراء اي قضيه فيها هموم للمواطن المصري. يعني انا العفو يا فندم لو تسمحي لي بس بتعقيب بسيط جدا، يعني احنا اللي حضرتك بتتكلمي عنه ده والمجهود الذي بيبذل هو مجهود اكثر من 4500 عضو موجودين في النيابه الاداريه بترأسهم معالي المستشار اماني الرفحي، كلهم يعني كل واحد فيهم شايل جواه هموم مكافحه الفساد، ضبط المرفق الاداري بتاع الدوله، ازاي ان المواطن البسيط في اي حته في مصر بيتقدم بشكوى، ازاي ان انا اجيب له حقه، وازاي ان هو ياخد حقه بالقانون ويشعر ان في جهه بتطبق القانون. فده يمكن مجهود الزملاء الواجب ان كان يتم ايضاحه. كل التحيه ليهم، وكل التحيه لسياده المستشاره اماني الرفعي، وكل التحيه لحضرتك يا فندم. بشكرك جزيل الشكر سياده المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي والاعلامي باسم هيئه النيابه الاداريه. شكرا ليك يا فندم. شكرا. الحديث الحقيقه عن التعليم يخلينا طول الوقت نسال بكره بدايه المدارس. كل سنه وحضراتكم طيبين. التربيه والتعليم في رؤيه مختلفه، وانا لسه من اسابيع قليله لما كان ضيفي العزيز زميلنا استاذ احمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم، كنت بقول لحضراتكم معاه على الهوا انه انا متفائله جدا. والحقيقه مش انا بشكل شخصي، يعني الاراء الشخصيه لا يجب ان تطرح على الساده المشاهدين، لكن المتابع للشان التربيه والتعليم والمتابع للفكر الجديد والمنظومه الجديده اللي احنا بنشتغل عليها للدوله ووزاره التربيه والتعليم بتشتغل عليها حقيقي يخليك تشعر بالتفاؤل. لما بنتكلم على تجربه المدارس اليابانيه، لما بنتكلم على التابلت، لما سيبك من التكنولوجيا والحاجات المتطوره دي، من الاساس بقى تتكلم على فكره التعليم، حشو المناهج ده عايز ابطله، عايز ابدا من رياض الاطفال، ابدا من رياض الاطفال، الفكره اللي كان سنين طويله خبراء التربويين كانوا بيقولوها وللاسف ما كانش حد بيسمع، لما دلوقتي نسمع عن ده، لما دلوقتي نسمع عن فكره انه العلاقه بين الطالب والتلميذ، لما نسمع دلوقتي انه لا نريد تلميذا يحفظ بشكل ما يصمش، مش عايزين التلميذ اللي داخل صامم المنهج وداخل عشان يقول كلمتين وخلاص، عايزين التلميذ اللي بيفهم، عشان التلميذ اللي بيفهم ده لما يكبر ان شاء الله باذن الله هيبقى هو ده المواطن اللي بيدفع عجله التنميه للامام، وهو ده المواطن اللي حتى لو سافر بره هيرفع اسم بلده. وهنقول دايما ان الطالب المصري ان شاء الله باذن الله هيكون متميز جدا. بعد قليل هيكون معانا في ضيافتنا الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم بوزاره التربيه والتعليم، هنتكلم ان شاء الله عن امور كثيره جدا وهنشرح لحضراتكم، وهو يمكن هيتكلم استعدادات وزاره التربيه والتعليم للعام الجديد، وهنفهم مع بعض ليه في اطراف كثيره وناس كثيره متفائله لهذه المنظومه. لكن بالحديث بقى عن الطالب المصري، تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير عن احمد اسماعيل. أحمد إسماعيل هو طالب مصري بيبتكر وبيصنع أجهزة من الحاجات القديمة، يعني بيعيد تدويرها، بيعمل بيها ريسايكلينج. أحمد عنده كام سنة؟ عنده 11 سنة، من مركز فوة التابع لمحافظة كفر الشيخ، والحقيقة أنه مقيد تبع الموهوبين في التعلم الذكي في كفر الشيخ. تعالوا نشوف مع بعض تقرير زميلتنا مارينا أمير مع أحمد إسماعيل، 11 سنة بيعمل ريسايكلينج، بيصنع منها أجهزة. ده الطالب المصري والنموذج اللي عايزين نشوفه، وبعدها على طول نتكلم مع الدكتور رضا حجازي عن التربية والتعليم وعام دراسي جديد وسعيد بإذن الله.
كذا شهادة من كذا مكان، ومقيد بالموهوبين والتعلم الذكي بكفر الشيخ. أنا أول حاجة عملتها مروحة، وكانت الحاجات قدامي هي كانت لسه مجسم، بس لما وديتها المدرسة قالوا لي عايزينها تشتغل بالكهرباء. قلت البابا يجيب لي موتور والسلك والمفتاح وكل حاجة عايزة. فبعدين وصلت كله وشغلتها بالكهرباء ووديتها لهم وكرموني. عملت كبة برضو من خامات البيئة، كانت قدامي علب فاضية فجمعتها وعلى شكل كبة. وعملت كمان خلاط عبارة عن علبة حديد وبرطمان بلاستيك. كان عندي مسابقة في المدرسة فطلبوا مني ان اعمل حاجة بتشتغل بالكهرباء بتبين مفاصل الرجلين والحركة الدموية. عملت الكواكب، جبت موتور وبطارية والمفتاح، وجبت كور وبعدين لونتها. عملت أباجورة عبارة عن اسطوانة كرتونية والدويل بتاع اللمبة. أنا كمان بعرف أرسم، برسم بالفحم. رسمت سعاد حسني. نفسي أطلع مهندس وعالم زي أحمد زويل. نفسي أعمل ابتكارات تفيد بلدي، زي مثلا نفسي أعمل غواصة، نفسي أعمل طيارات. بنصح الأطفال زي إنهم يفضلوا يتعلموا ويبتكروا حاجات تفيد بلدهم. أنا اكتشفت موهبة أحمد من سن صغير جدا قبل دخوله المدرسة. كان مختلف عن الأطفال، ما كانش بيحب يلعب زيهم، ما كانش بيحب يتفرج على التلفزيون ولا على الكمبيوتر. كان دايما يدور على أي حاجة في البيت عايز ياخدها. كان دايما بيدخل وراء المطبخ يدور على أي حاجة ياخدها عشان هو يركبها ويعمل بها حاجة. فعرفت إن هو في حاجة مختلفة عن بقية الأطفال، فبدأت من هنا أهتم بيه بقى. المفروض إن الموهوبين التعلم الذكي وظيفته إن هو بيبقى حلقة وصل ما بين المدرسة وما بين الوزارة. اللي زي أحمد المفروض إن في مرحلة الابتدائي إنه بيتابع من سنة أولى ابتدائي، من تانية ابتدائي. المفروض إن يبقى في كل مدرسة مبلغ للنشاطات، إن أنا أجيب أجهزة للناس، إن أنا أجيب الموهوبين والتعلم الذكي، أجيب ناس تدرب داخل المدرسة. لكن أنا مش هرضيها شهادات تقدير، أنا عنده 50 شهادة تقدير، عايز منك دعم للمدرسة. عايز منك ناس متخصصة تخش المدرسة وتشوف الطلبة ديت محتاجة ايه. عايزك تتابع معايا انا كولي امر، وعلى الاقل يبقى في كورسات للطلبة ديت.